صدر عن صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد ال خليفه ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله قرار رقم 17 لسنه 2022 بتعيين مدراء في وزاره الصناعه والتجاره والسياحه جاء فيه الماده الاولى يعين في وزاره الصناعه والتجاره كل من السيد مناف احمد علي المناعي مديرا لاداره التجاره الخارجيه والملكيه الصناعيه السيد خالد علي حسين القلاف مديرا لاداره المناطق الصناعيه السيده انتصار مهدي علي عبد العال مديرا لاداره حمايه المستهلك